أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة مميزة من برنامجكم سفرتنا. حلقتنا اليوم طبعا حتكون حلقة إهداء مني لكل من كان محروم من أي صنف في حلويات العيد الأضحى. يعني دائما إحنا في العيد الأضحى بالذات بعد ما نأكلوا اللحوم ونأكلوا المشاوي ونأكلوا طبعا العصبان وإلى ذلك، ديما عندنا القهوة هي العشية أو مع المغرب حاجة يعني نبدو يعني نستنوا فيها. إحنا نقوله مع الحلويات ديما لما ناخده في الحلويات، دائما المرضى السكر او اللي عندهم ضغط او مدارين حميه او مدارين نظام معين، فهذا كله محرومين منه. انا اليوم معنا عارف هلبة من الاشخاص حيقولي عيد اضحى علاش نوع من الحلويات، ولكن احنا ديما نقولوا فيها دائما في اعيادنا الحلويات متواجده، لان احنا دوخنا احنا كليبين ما ناخذوش القهوه الا مع حاجه حلوه او شاي الا مع حاجه حلوه. فأنا اليوم حبيت أن ندير وصفة جميلة جدا وحتكون استثمار لأي شخص مداير حمية معينة، لأنها فعلا من الوصفات يلي نبيكم تدونوها وخلوها في الأرشيف عندكم. أنا فعلا من الوصفات الصحية تمشي للمرضى السكري، مرضى القلب أو اللي عندهم كوليسترول، كذلك الكيتو دايت ونزيد حنتكلم عليه أكثر. الحمية اللي أنا نزلتها فيما سبق وكتبتها لكم في الصفحة ونزلت أيضا في أحد الحلقات. الوصفة هي لو بناخده منها طرف واحد في الكافيهات اللي يدير في الوصفات الصحية حيكون سعرها مرتفع جدا 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 وباهظة الثمن، لكن احنا بالمكونات حنديره منها قالب ونقسموه يدلنا 10 قطع وممكن نتناولها لمدة حتى أسبوع ونص، فنكون احنا هيك مستمتعين فيها وكل ما تبات الكيكة كل ما كانت طعمها لذيذ. طبعا مشاهدي الكرام، هي كيكتنا حتكون كيكة الافوكادو بجوز الهند او كيكة جوز الهند بالافوكادو، وصفة جميلة جدا. وليه تناولها مش حس انها صحية نهائيا، حيحس طعمها لانها سكرها متوازن وطعماتها كلها متوازنة. خلينا نتعرف مع بعضنا على المكونات حتى نحضر الوصفة مع بعضنا. فالمكونات اللي حنحضروها اليوم اللي هي كيكة جوز الهند مع الافوكادو الصحية، نشوف مع بعضنا المكونات. نحتاج الى كيكة جوز الهند مع الافوكادو الصحية، 4 حبة من البيض، نصف كوب من السكر ستيفيا او اي محلى انتم حابينه، 100 جرام من الزبدة الحيوانية، كوبين من الحليب، كوب من الكينوا او الشوفان، عندنا نصف كوب من الطحينة، كوب من جوز الهند، نصف كوب من البندق، نصف كوب من اللوز، حبتين افوكادو، ملعقة من البيكنج باودر وملعقة من الفانيليا. هي طبعا مشاهدينا الكرام الوصفة متاعتنا. طبعا انا الموضوع باش تكون الوصفة دقيقة صح، هي الوصفة صحية. الزبدة الحيوانية يعني حتى اللي عندهم كوليسترول لانها زبدة طبيعية من حليب طبيعي، فأنا استخدامها في كمية كبيرة وبدي لي 4 يعني بدي لي 10 قطع، فمش حيكون ضررها كبير. لكن ممكن نستبدلوها لأنهم كوليسترول نتكلم، يستبدلوها بزيت جوز الهند. تمام، الكيتو دايت بتخلوها زي ما هي، الكينوا لأنه ممكن كربوهيدرات ممكن تستبدلوها بشوفان، ولو أنها كينوا يعني الفيتامينات متاعها جميلة جدا. لو مدارين نظام صحي يعني دايت بتنقص وزن بس مش مدارين مثلا حمية معينة كيتو أو غيرها، خلوكم زي ما أنا مداير بالضبط. تمام، هذه بس للتنويه. الكينوا بديل لها الشوفان، عندكم كينوا كويس تاخذوا منها كوب، ما عندكمش كينوا استبدلوها بالشوفان عادي جدا، والشوفان يعني اللي موجود يعني الحبوب العادي. الطريقة بناخذ هنا كسرولة بنحط فيها الكينوا بتاعي، الكوب من الكينوا بنحطها في الكسرولة وبننزل عليهم الحليب، عندي كوبين من الحليب. تمام، حطينا الكينوا مع الحليب، توا بنقلبهم على النار، بنقلبوا الكينوا على النار. قاعد ننوه مشاهدينا الكرام، لو ما عندكمش كينوا نفس الخطوات نستبدلوها باش بشوفان.
من الكيكات اللي فعلا جميلة جدا انكم تعتمدوها. الخطوة الثانية بحنجيب فوت بروسيسر او محضرة الطعام. وشو بنحطه في الفوت بروسيسر عندنا هنا؟ بناخذ بندق، رأى المكسرات اللي انتم بتحبوها، ممكن حتى كاكاوية على فكرة، راح ديما مع الكوكونات او مع جوز الهند ديما نستخدمه في اللوز، يعني ديما نحبه اللوز اكثر من الكاكاوية، لكن بالكاكاوية تمشي عادي. نحطه بندق، لوز مزلط، ونبي نضربهم مع بعضهم. نبي نضربهم بحيث يكونوا يعني مش بودرة لكن يكونوا مضروبين ناعم. تمام، هيك ضربنا اللوز مع البندق. لأن اللوز مزلط بروحها نكهته شوية ضعيفة، تمام، لكن مع البندق بيزيد يعزز الطعم أكثر. لكن بإمكانكم تديروا كاكاوية على فكرة، أيضا جميلة جدا بالكاكاوية، وأنا على فكرة ندير فيها حتى في الحوش مرات بالكاكاوية. من ناحية مش محتاجينها توا. هنجيبوا الصحن وبنحط فيه اللوز والبندق اللي طحناهم. ولوا بالشكل هذا بودرة، مجموعهم كوب، يعني أنا عندي كوب من المكسرات المرحية، سواء كانت كاكاوية أو لوز زي ما أنا ممدايش. تمام؟ نرجع توا نشوفوا الكينوا متاعنا شو صاير فيها هنا مع الحليب، قاعدين نطيبوا فيها. زي ما قلت لكم البديل ليها اللي هي شنو؟ الشوفان، لو حابين انكم تديروا بالشوفان. الخطوة الثانية توا مشاهدينا الكرام، اهم شيء طبعا النار تكون شويه واطيه، ما تكونش عاليه عليهم، بس نبوا الكينوا عندنا الطيب كويس. طبعا حتى فوت بروسيسر احنا مازال محتاجينها في الخطوه الثانيه. عندي الافوكادو، طبعا ممكن تستخدموه موز، ممكن تستخدموا تفاح، يعني اي نوع من الفواكه ممكن تستخدموها. لكن احنا قلنا المدراب افوكادو كونها فيها فيتامين كويسات، وفي نفس الوقت راح تعطيني قوام كريمي للكيكه. شوفوا بس الكينوا شو صاير عندنا احنا هنا. نبوا الكينوا تمتص كل كمية الحليب اللي ضفناها. توا بنجول الأفوكادو، نجيبو الأفوكادو تكون حباتها طايبة، نقسموها على اثنين بشكل هواء، بنحو اللب ونزلوا الافوكادو. اهم شيء تكون الافوكادو طايبه، بس تنزل
بس تنزل معنا كريم يعني. طبعا نشوف هلبة من المتابعين ياخذوا فيها تبدانية يقصوا فيها زي الفروت، وطبعا ما فيهاش اي طعم يعني، لازم تكون افوكادو كريمية، تكون هيك كريمي بشكلها باش ناخذه على النكهات نتاعها. انا نستغرب حتى من الشباب اللي يبدوا في الكافيهات مرات يديروا في عصير افوكادو، تبدا الافوكادو مش طايبه يعني، الافوكادو لازم تكون كريمه يعني، لما تنزل اشها تنزل معي بالملعقه بالشكل هو. فانا ما فهمتش علاش يستعجلوا عليها، تكون يعني لازم تكون هيك كريمه من الداخل باش تنزل الافوكادو بهذا الشكل، فيبدوا يقشروا فيها ويبدوا حايسين. هي تبدا مش طايبه الافوكادو مازال، وهي طبعا معظم اللي يبيعوا فيها في المحلات الخضره ما تكونش طايبه لان في سما تخرب يعني. فهم شنو يديروا لو اخذتوها مثلا قاعده مش طايبه، لفوها ب قرناط او اللي هو الجريده او اي كيس او ورقه زبده، خلوها بس يوم حتبدا لينه عندكم. هذه بالنسبه للافوكادو. عندي هنا طبعا بشوكه بس نبي نهرس حبات الافوكادو امتعنا. مش نهرسها هلبة، نبي تكون في قطعة موجودة في الكيك. تمام؟ شفتوا بالشكل هذا نهرسوا الافوكادو. نرجع توا بس للكينوا. شايفين الكينوا امتصت كل كمية الحليب متاعنا. بدل الكينوا شوفان، لو ما عندكمش كينوا معناها نبون نديروا شوفان. هي الكيكة فري جلوتين ما فيهاش دقيقة، فكرة ممتازة جدا اللي عندهم سيلياك ديزيز أو حساسية المعدة، مفيدة جدا ليهم. هذه بالنسبة للكينوا متاعنا. تو احنا بنطفوا عليه النار. شو الخطوة الثانية؟ هنجيبوا تو احنا هنا الفود بروسيسر مرة ثانية بنرجعوها، لأن عندنا بها شغل الكينوا. بعد ما رحينا طبعا اللوز هو الأول، نفس محاضرة الطعم زي ما هي، بناخذوها بنركبوها ثاني. تمام، وحنحط فيها توا الكينوا يلي طبخناها مع الحليب. تمام، بننزل عليهم الافوكادو. أو أي نوع فاكهة أنتم مجهزينها. وعندي نص كوب من الطحينة. وطبعاً بنشغلوا الخليط كلهم مع بعض. تمام، احنا توكي جهزنا الخليط، حنضيفه توا الزبدة الحيوانية، بننزلوها معاهم، بننزل الفانيليا وبنقلب مرة تانية. تمام، احنا تو عندنا البيوري ولا جاهز. هذا البيوري هو اللي راح نشتغلوا به الكيكه، وراح تكون الكيكه مبنيه على الخليط يلي درناه. تو شو بنديروا احنا هنا؟ طبعا هي تبان لكم الكيكه فيها شويه خطوات، لكن لو فعلا تمشوا بنفس الخطوات
يلي قدرناها رح تحصلوا على كيكة جميلة جدا وصحية، مناسبة لمرضى السكر ومناسبة للأشخاص اللي تبعوا في الحميات. أنا ننزل حنزل توا الأفوكادو متاعنا. الأفوكادو هذا بناخذ منه نص الخليط، مش نصه بالضبط، يعني بناخذ منه كمية من الخليط، طعم العقتين من الخليط، بنزين بيهم بعدين أنا الكيكة. الكينوا عندي طايبة والخليط كله طيب. الخطوة الثانية حنجيبه هنا الوعاء اللي بنشتغلوا بيه أو الصحن، وحنجيبه توا 4 حبات من البيض. نتأكدوا الحبة طلعت سليمة، بننزلوا 4 حبات البيض متاعنا. تمام، نزلنا الدحي بتاعنا، حننزل عليهم اختياري لو حابين عطر اللوز او روح اللوز. تمام، اختياري لو حابين طبعا اي مطيبات تانية، ممكن بشر برتقال، ممكن بشر ليمون، اي نوع من المطيبات، ممكن تكتفوا بالفانيليا بس اللي حطيناها. بننزل عليهم توا الستيفيا، نص كوب من سكر ستيفيا، وبنقلب الخليط كويس بهذا الشكل. البيض لازم يتقلب كويس. تمام، اول ما تقلب هيك عندي البيض، هنزل عليهم توا البيوريه اللي درناه. بنقلبوا البيوريه مع البيض والستيفيا. شو بنزلوا عليهم توا؟ حنزلوا عليهم جوز الهند، نواغ كوكو او الكوكونات نزلوهم، والبندق واللوز اللي رحناهم مع بعضهم اللي هو نص كوب من هيك وهيك، يعني كوب من المكسرات، اي طبعا ممكن كاكاوية زي ما قلت لكم، شوية البيكنج باودر، شوية بيكنج صودا، هذا قوام كيكتنا أصبح جاهز. هنجيبه توا هنا طاجين مقاس 9 بوصة مش أكتر، يعني المقاس هذا ممتاز جدا كويس، مش أكتر من هيك، بس جينا الكيكة شوية مرتفعة. هنجوه هنا بناخده فرشة وبندهن الطاجين بالزبدة، الزبدة الحيوانية، حتى الأطراف الجناب ندهنوه بالزبدة بهذا الشكل. بننزلوا توا الكيكة متاعتنا،
بتخش الفرن على درجة حرارة 180، تاخذ منكم من 20 عفوا تاخذ منكم من 30 ل 35 دقيقة من فوق ومن لقطة مولعين عليهم مع بعضهم. هناخذ توا الكيكة بتاعتنا وندخلوها في الفرن. راح نستنوا عليها لين تطيب عندنا الكيكة. راح نمشي طوالي فاصل قصير جدا وبعدها راجعين لكم بتشوفوا بعض كيف راح نزينوا كيكتنا. فاصل وراجعين. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين الكرام بعد الفاصل. ان شاء الله غير ما كناش عطلنا عليكم. طبعا مر على الكيكه حوالي 35 دقيقه، الكيكه عندنا طابت، راح نطلعها من الفرن مشاهدينا الكرام. طبعا اهم شيء الكيكه تكون على درجه حراره 180 مش اكثر، ومن فوق من لوطه راعوا ان الكيكه ما فيهاش لا دقيق ما فيهاش لا شيء، فاحنا بنطيبوا الكيكه بتاعتنا بهدوء بس تلحق المكونات كلها تنضج عندنا. كيف نعرف كيكتنا طابت؟ نفس الاختبار اللي تعودنا عليه، ندخلوا فيها عودة من السيخ الخشب أو أي شيء يطلع نظيف، معناها كيكتنا أصبحت طيبة. راح نحاولوا بس إن نسلكوها. طبعا لأن هي الكيكة عبارة عن لوزيات أكتر وفيها كريمة أفوكادو ضفنا لها الطحينة، فمش راح يعني تعبنا في القلب. راح نقلبوا الكيكة بتاعتنا. بسم الله. طبعا هو الطاجين قاعد سخون ف نحوه بهدوء. هذه الكيكه بتاعتنا. طبعا الكيكه بتاعتنا انتم شايفين عندنا طابت، وطبعا كل شايفين اللوز كيف متجانس معها، ريحة البندق عطيتها ريحة جميلة جدا. طيب بناخذوا الكيكة بتاعتنا وبنحطوها في الصحن اللي بنقدمه فيها. نزل الكيكة. بسم الله. الكيكة ريشة حرفيا، يعني ما شاء الله الكيكة ريشة ريشة. طبعا لو تتفكروا ان انا شندرت خليت شوية من كريمة الافوكادو. على فكرة حابين تخلوها جافة زي توا وتاكلوها زي الباسطي عادي. حابين تنحوا من الكريمة هي بتاع الافوكادو ونحطوها على الوجه عادي. حابين تزينوها ب مرملاطة صحية يمشي الحال، شوكولاتة صحية كذلك يمشي الحال. فأنتم هنا عندكم الحرية الكاملة في تزيين الكيكة بتاعتكم. أنا طبعا اللي نحب الأفوكادو فحبينا هيك نحط لها شوية كريمة الأفوكادو على الوجه. ممكن حتى تحطوا فراولة، ممكن تحطوا خوخ، فواكه موسمية. واللي يتساءل على الكينوا ممكن تمشوا بنفس الخطوات وزي ما درنا بالضبط، بدل الكينوا ديروا شوفان. نوزعوا. بس ناخذ قطعة الأفوكادو هي. تمام، تكون هيك على الوجه. طبعا احنا بنحط لها توا شوية جوز الهند أو زي ما يقولوا نواغ كوكو، نحط أو كوكونات. تمام، وعندي شوية كرز أو شيري بنحطوهم على الوجه. نحطوا قطع أو حبات
الكرز بالشكل هذا. تمام، عندي شوية لوز هنا محمصهم، لأن كون أنا فيها يعني لوز بحطهم هيك على الوجه. كيكة ما فيهاش جلوتين، ما فيهاش دقيق، ما فيهاش أي مواد فيها يعني جلوتين، وكلها مبنية فقط على اللوز وجوز الهند. من الكيكات اللي فعلا ننصحكم بشكل كبير انكم تجربوها. خلينا نقصوا قطعه او مثلث. شايفين الكيكه؟ بسم الله ما شاء الله، يعني كيكه الافوكادو هي من الكيكات الرائعه جدا يلي فعلا فعلا تستحق التجربه. خلونا بس نقدموا كيكتنا. كيكة هشة وجميلة جدا، وتحضيرها يعني زي ما شايفين ما خداش منا أي وقت. الكيكة قوامها يعني بيوريه وزي الريشة، جديات من الوصفات يلي ننصحكم انكم تجربوها. خلي بس نتناول القطعة أمامكم حتى نعطيكم رأيي فيها. يعني من الكيكات انتم مش تخيلوا ناخذ الطرف هو من احد الكافيهات قديش بيكون سعره. بسم الله. ابداع، يعني ابداع ابداع. طعمة الافوكادو مع اللوز مع البندق، وجديات من الوصفات الجميلة جدا الحق. من الوصفات اللي ننصحكم فعلا انكم تجربوها. ملاحظة بس، لو حابين انكم تتناولوها لفترات اطول ممكن تقسموها لمثلثات على حسب طبعا الحجم، 10 قطع او 12 قطعة، وكل مثلث في حوافظ يبيعوا فيها في مستلزمات المقاهي، تكون قالب كيك شفاف يعني حتى سعره في متناول الجميع. تحطوها في الفريز، ترد لكم حتى شهر وقت اللي تبي تتناولوها، مثلا العشيه طلعوها من الصبح او مع الظهر، تبدا بدرجه حراره الغرفه وتبدا تتناولوها عادي. او لو تبوا تتناولوها لمده اسبوع زي ما هي الكيكه، مش حنحطوا لها كريمه الافوكادو، يعني الكريمه كلها حنحطوها في وسط الكيكه، وبعدين وقت انقطعتها الكيكه جافه، يعني كل الكريمات هي مش موجوده، مش حتقعد عندنا اسبوع، وتحطوها في الثلاجه وامتى ما تبوا تقدروا تقصوا وتتناولوا منها. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالحلقه اعزائي المشاهدين الكرام زي ما استمتعت معكم. حضرنا اليوم هيك وصفه جميله جدا، وصفه صحيه، وحبيت انها تكون وصفه يعني ستاندر للكل من يدير في الحميات. ممكن حتى لو عندهم حساسيه المعده او عندهم مثلا سيلياك ديزيز ممكن يستخدموا، لانها فعلا فري جلوتين وما فيهاش اي من القمح. وكذلك لو حابين تديروا حميه او حابين ممكن تديروها في النظام الغذائي بتاعكم، من الوصفات اللي فعلا ننصحكم بها. نشوفكم على خيرة الله في حلقات جديده ومميزه معكم ايهاب بن رجب. نتلاقوا على خيرة الله ان شاء الله. تحياتي للجميع. Do 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 do